صباح الخير قصو. صباح، استنى الكاميرا وسخه. صباح الخير نوى جموني. رمضان الخير هلا علينا. نولو نور ليالينا. الله، عم بعمل للاولاد فطور. اليوم حنعمل لكم تجهيزات رمضان. انه هو بيت جديد يا جماعه، فما لحقنا نجهز بكير. اليوم في زينه رمضان حتكون، وحنعمل كمان مسجد صغير في بيتنا الجديد ان شاء الله برمضان. وحظنا حلو لانه ساره بعثت لي امبارح صندوق وقالت لي كل شيء فيه زينه رمضان جايبته من مصر، فحنفتح الصندوق معكم. استنى الكاميرا وسخه. Good morning Mimi. Yes. Remember what mommy say? What mommy say? Big people can eat food. Oh, we can. هلا عم تقول متذكرين ماما شو قالت؟ انه الاولاد الصغار فيهم ياكلوا بس الكبار ما فيهم ياكلوا ابدا. طلع كيف صار ما شاء الله. كمي كمي. هي لا حول. اظن كمان ميلا اول مره مشيت كان رمضان، صح ولا لا؟ اسمعوا هي اجواء البيت الجديد. اوكي ويت ميمي ويت ويت. اوكي يا جماعه شايفين هلا بيت قد ما كلياتنا قاعدين محل واحد، قد عم يصرخ كل زاويه. لسه ما قلنا 24 ساعة بهذا البيت. راحت ميلا أخذت السلايم وين لزقته على الكنباية اللي فوق، ومش العفش مو قلنا، والعفش مو قلنا. استني خليه يفرجيهم، رح فرجيهم. استني شوفوا شوفوا هذا اللي أصالة عم تحكي عنه. طلع هون ما ترضى تروح. اوكي أصالة شو حتطبخي لنا اليوم؟ فكر. يعمل بشاميل، يعمل بطاطا وتشيكن بالفرن. جوعتيني، لسه الساعة 9 الصبح. المشكلة الواحد لما يكون صايم لازم يطعم الأولاد، فبحس الواحد بيجوع أكثر. ليش هلا عم يمشي هيك؟ ماسك المعلقة وراكد. سمع مين بتذكر ميلا لما كانت تمشي هيك ماسك المعلقة وطاير على صحنه. يلا يامي يامي. مين علمه هي إنه عم يضرب راسه؟ شو يعني هي ضربة الراس هي؟ قاعد يضله يعمل هيك يمسك هيك يعمل. لا أو. رمضان اجى رمضان، مختار جاب لي هالتمرات من دبي ومكتوب عليه هون رمضان كريم، بس عامله هون زاويه رمضان. لك هذه هي زينه رمضان تبع البيت تبعنا هالمره. خلص خلصت، اشتريت تمرات. استني فرجيهم البوكس اللي بعت لك يا ساره. اوكي سو هذا هو البوكس اللي بعثته ساره. انتبهي انتبهي، بس مو بدك اياه بالليل مشان يضوي ويعمل ضوء؟ نو، بنحطه بعدين بنفرجيهم بالليل هم. اوكي ماشي يلا. اوكي تعالوا نفتح مع بعض. اوكي ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا أصالة، ما شاء الله. جماعة انتم ما انكم متخيلين قديش أصالة حاسين احساس حلو. قلت لك اليوم الصبح فقنا وقلت له ما بعرف ليش حاسه الحمد لله يعني بايجابيه وبطاقه غريبه. بتعرفي شو الفرق؟ الفرق انه هلا صرنا عايشين بين الناس بين البشر، حسينا حالنا طبيعيين. يعني كنا حاسين حالنا بغابه نحن لحالنا هنيك. يعني امبارح طلعت الاولاد مشيت لحالي، طلعنا على السوق قريب. حسيت هيك بشعور حلو لانه طبعا بتعرفوا ما بسوق انا. ان شاء الله حتسوقي هون فيها تسوق كمان، ما انا غابه، فيها محلات مفتوحه فيك تسوقي. بتعرفي لو تعلمت السواقه هلا بتسوي. واو، تحي وتريحي حبيبتي. سو انا عندي فكره صغيره شو في جوا، ما توقعت الصندوق يكون هالقد كبير. يا اوه ذس ستار يا روحي. يا واو، يا طلعوا التفاصيل هون. واو، كاسات تركيه. قال بعثت لك كاسات تركيه. اوه بتعرفي يا بنتي اللي مين بيطول العنقود بيقول عنه حامي. حتقتلي باقي جيلين بتوقع، وهالامثال حتختفي. وين انت حتخليه؟ لا تخافوا علي، انا حعلم بنتي هالامثال. ما حعلم، عم تعلمي كل اليوتيوب العربي هالامثال. شو ها؟ جرابات؟ هدول الك؟ شو هدول؟ انه انس بيحب جرابات غريبه من ايام كندا. جابت لك كلب. شو سوشي؟ جرابات سوشي؟ استنى شوفي. ثانك يو ساره. اقول لك شو جابت لي مشان رمضان. يعني قولي الحق، هذا مشان رمضان ولا مشان تضربينا فيه؟ واشياء راندوم. اوه واو. اوه يس واو. اه شفتي شو مكتوب؟ البيت بيتك، انه انت اللي بتعرفي مثل بالعربي انه لما الواحد يضيف للناس بيقول البيت بيتك. واو كلكم ذوق. هي الصينية بينحط فيها يعني الضيافة وهالاشياء. بيت بيتك. الله الله انك كفو يا سارة. واو طلع زينة رمضان.
واو ليش حطيتها والله بتجنن واو العيد العيد لا 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 أوه والله انك كفو يا سارة وخالته ايه بيدوي يا مات طلع في ضوء جوا حطيته بخي وحنعمل المسجد يا جماعة المسجد على فكرة كتير حتحبوه هلا حاحكي لكم عليه بعد شوي والله شو هاد شو صار بوجه يو هي سو ديرتي ناو اي نو That's what you get for. That's what you got for screaming when I'm talking to Minnie Mouse. Okay, جماعة. Noah now. طلعتنا يمت Noah. أنا أقولي برافو عليك أنا. زرو شو عم بعمل؟ أصالة عم تطبخ. أنا شو عم تطبخي؟ قطايف. يمكن ثلاث مرات عدت الوصفة لأنه بدي اخترع وصفة هيك. طلع المنظر. واو. هني بتجنن طالع. ما شاء الله ما شاء الله. حسيت لي لطف. بدي اقول لهم شيء حتضحكوا عليه تعال شو بعرف شو خطر ببالي قررت اخلط الاوريو مع الجوز واحشيه بالقطايف شو تعملي سمبوس قطايف اوريو بتعرفي لو زبطت معك هالقصة الاوريو طلع طلع جاي بدي اقول لكم شو حطيت قرفة نص معلقة عسل واوريو فكرة معناتها بتصير يغير كل يوم نعمل ام ان ام نعمل اوريو نعمل شغلات ان شاء الله تعجبكم اذا عجبتنا حاعمل لكم اياها ما شاء الله يا عيني يا سوق طب هالسؤال طب احنا هدول القطايف هدول الحلو شو حناكل؟ كنت حاعمل سلطة وسمبوسة وشوربة بعدين شو صار؟ بس تعبت فشو حيصير؟ او يمكن تطلبوا اكل تعبت ما عرفت الا قطايف حتهلكني هيك وتاتي قالت لي على التليفون شو قالت لك؟ قالت لي يا اعملي حلو يا اعملي اكل لانه الاثنين حتتعبي قلت لها ما عليكي أو استنوا ما فرجيتكم المسجد شوفوا هذا المسجد من الورق المقوى للتلوين فهذا المسجد طلعوا مثل كرتونة بتنفتح رح نفتح بعد شوي وحنعمل الجامع طلعوا مكتوب عليه أركان الصلاة شهادتين زكاة أنا وميلا وصالح حنلونه ونظبطه صح ميلا؟ أوكي جماعة الساعة هلا 6:53 يعني باقي على الفطور قديش أصالة؟ حرها طلع أصالة باقي على الفطور 25 دقيقة عرفت شو بدي أطبخ آخر شي عملت بطاطا وتشيكن بالفرن، رز، سمبوسة، قطايف، سلطة وما صورتي لهم ولا شيء قدرت لأنه الكاميرا ما شو اسمها هي ضاعت اللي بتمسك الكاميرا أنا عدت اخفيت شوي أوكي نمت قالت لي أصالة دوري أنت روح اخفى وأنا هلا حصور لهم كل شيء اللي عملته أصالة ويعطيك العافية ولا صورت ولا كيف بدي صور؟ طب فرجيني أولاد وطبخ أوكي خلص أنا ونفخ يا حرام عليك وأنت نايم هذا هو الروتين الرمضاني الطبيعي تعال تفضل بعد روح يس والله طلع هلا عم يأذن الفجر بالسعودية بتعرفوا الفرق بتوقيتنا يعني هلا الساعة 5 الصبح عندكم سعودية نحن حنفطر هلا هلا السحور عنكم اوكي طلعوا هون بوسة وهي السلطة السلطة ولا فتوش؟ سلطة فتوش وهون التمرات وهون اظن او هون الرز وهون الطاولة وهلا ان شاء الله حنفطر واو هاني كل عام وانت بخير وينعاد عليك بالصحه والسلامه يعطيك العافيه والله حرام تعبت اليوم كله وانا كثير تعبت كمان بالنوم يا جماعه والله في شغله غريبه انا عندي انا ما بعرف كيف انتو او اصاله تستمتعوا بالطبخ الواحد بيتعب 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 عشان اخر شيء ياكلهم بثلاث دقائق الله يا اسطول هي حمصتهم صح اوه ما شاء الله ما شاء الله شو عملتي هون حطيت فيه بطاطا بصل فلفله كل شيء فيه توم كل شيء حطيتيه هون في بيض كانه في بيض نو مو بيض بطاطا هاي بطاطا اوكي اعصاب بيض والله هاي مبينه كانه بيضة اوكي وهي الشورب الله يا حلوين الصحون هدول جدار اوه هدول انت جبتيهم يا الله أصالة بتتفتق بالشغلات يعطيكي الف عافيه يا جماعه عن جد ما بتخيلوا قديش تعبي والله انك تعبتي وانت كفو ويعطيكي الف عافيه وشكرا كثير ويلا ناكل طلعوا اذان نحن هون ما بنسمع الاذان لازم يحطوا على التليفونات صحة صحة شو ميلا؟ رح نزل الكاميرا هلأ ناكل ونرجع لكم إن شاء الله ولكن الجوع يا جماعة رح أكل أولادي أنا بالغلط هلا خلصنا اكل وصار حضر انا وقت تدوق وتقلنا شو رايك انا بدي دوق هلا ما فيني اكل بشو عم بالغ
إن لايك قلن عن جد إذا طيبة أو ما بدي تو. لا أنا رح دوق أول. أنا صادقة. شو أنت حتقولي حتى لو أكلتك مو طيبة حتقولي عنها؟ إيه طبعاً. قولي والله. والله. أوكي لنشوف. ما شاء الله طلع. أوكي. عشرين من عشرة. قولي والله. والله. مو هاي الجواب اللي. والله بتجنن عشرة من عشرة. تعال دوق الأوريو. ما شاء الله. والله بتجنن. اوكي يا جماعة هلا بلش النعاس هذا من 9 ل 9 بالمطبخ يسلموا ايديك والله انك بتجنن يا سميرة سبسكرايب تو ذا انا سوي تشانل هاي بيبي نو من حاجة يلوها اوكي يا جماعة هذا كان الهدف انه نحن نعمل المسجد ونلونه ونعمل شغلات فيه وحتى في مفاجآت لها علاقة بنفس المسجد هذا يعني فينا نعمله أكبر طلعوا الألوان بالصناديق والسبب الحقيقي إن تعبان ما بدي ركب شيء هلا 9:34 دقيقة 43 دقيقة وهلا صار فيني أقول مني ميمي ومن نوا ومن الكل هلا صار فيني أقول تصبحوا على ألف 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 خير وهي كان رمضان من بيتنا الجديد يعطيكم العافية